بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تعرفنا في الحلقة الماضية على شخصية الإمام مالك، وظهر معنا أن الإمام مالك لم يكن كثير السفر، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن أسباب انتشار مذهب الإمام مالك. إن أفضل الطرق انتشار المذاهب تكون عن طريق كثرة التلاميذ، لذلك انتشر المذهب المالكي عن طريق تلاميذ الإمام الذين أتوا إلى المدينة المنورة من مختلف بقاع الأرض. نستشف هذا الأمر من كلام عالم كبير من طينة القاضي عياض، إذ قال: إن المذهب المالكي غلب على أهل الحجاز واليمن وبلاد أفريقيا والأندلس وصقلية والمغرب الأقصى وما جاوره من بلاد السودان، وظهر ببغداد ظهورا كبيرا وضعف بها بعد 400 سنة، وضعف بالبصرة بعد 500 سنة، وغلب في خراسان على قزوين، وظهر في نسابور، وكان له وبغيرها أتباع وأئمة ومدرسون، وكان ببلاد فارس، وانتشر ببلاد اليمن وكثير من بلاد الشام. هكذا يحكي القاضي عياض انتشار المذهب المالكي، وما كان للمذهب أن يبلغ هذه البلدان المختلفة وهذه الأمصار المتفرقة لو لم يكن له تلاميذ ينتشرون في الأرض ويأتون من كل حدب وصوب إلى المدينة لطلب العلم، ثم يرجعون لبلدانهم ناشرين الفقه المالكي الذي تعلموه أثناء رحلة الحج أو أثناء رحلة السفر خصيصا لطلب العلم. لكن نتساءل بدورنا، إذا كان للإمام تلاميذ كثر، فمن يا ترى أسهم في إدخال المذهب إلى منطقة الغرب الإسلامي؟ لقد استقر المذهب بالقيروان على يد علي بن زياد التونسي وأبي سعيد بن أشرس وأبي عمرو بن راشد، حسب ما حكاه القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك. إن المذهب المالكي انتشر مع تلامذة الإمام مالك الذين تفرقوا في الآفاق، إذ لا يكفي في انتشار المذهب وبقائه القوة المعرفية والمنهجية للإمام المؤسس، وإنما يلزم وجود تلاميذ يعملون منهجه وينشرون فتاويه وفقهه. فوجدت عندنا بذلك مدارس متعددة تتسم في جملتها وفي كثير منها بالواقعية وبالمرونة، مع الاختلاف في بعض فروعها نظرا لاختلاف السياقين الزماني والمكاني، إضافة لتباين الأنظار في الفهم وفي الاستنباط وفي التنزيل. لذلك كانت هذه المدارس المالكية تنسب لمدنها وليس لأعلامها، ولا يخفى أن هذه التسميات تنم عن التأثر بالبيئة والمحيط نتيجة اعتماد المذهب المالكي للعرف وتحكيم العادة. ومعلوم أن الأعراف والعوائد تختلف من بيئة لأخرى. فما هي مدارس المذهب المالكي؟ إن أشهر مدارس المذهب هي 4، يمكن أن نعرج عليها في هذه الحلقة على سبيل الاختصار فقط. أبرز هذه المدارس هي المدرسة المدنية ونسبة للمدينة المنورة، وتعتبر هذه المدرسة هي المدرسة الأم، باعتبار المدينة المنورة هي مستقر الإمام المؤسس إمام مالك بن أنس. ومن أشهر أعلام هذه المدرسة ابن الماجشون ومطرف بن عبد الله وابن دينار وغيرهم كثير. المدرسة الثانية وهي المدرسة المصرية، وقد تشكلت هذه المدرسة زمن الإمام مالك رحمة الله عليه، وتعتبر تقريبا ثاني مدرسة بعد المدرسة المدنية، وقد انتهت إلى عبد الله بن الحكم رياسة المالكية بعد أشهب،
وابن القاسم الذي لازم الإمام مالك 20 سنة، لكن ضعف المذهب المالكي بمصر مع العبيديين الذين أقاموا المذهب الشيعي، وتفصيل الأمر يطول. ننتقل إلى المدرسة الثالثة وهي المدرسة العراقية، وهي امتداد للمدرسة الأم أي المدرسة المدنية، لأن مؤسسيها تتلمذ على أصحاب الإمام مالك المدنيين، كما انتقل بعض المدنيين إلى بغداد كسليمان بن بلال ونشروا المذهب المالكي هناك، ومن أشهر أعلامها كذلك أحمد بن المعذل وأبي بكر الأبهري والقاضي عبد الوهاب وابن القصار وغيرهم. وقد كان المذهب المالكي منتشرا في العراق انتشارا باهرا، لكنه ضعف بعد موت أبي بكر الأبهري، فصار القضاء وقتها على مذهبي الشافعي وأبي حنيفة في الغالب العام. ننتقل إلى المدرسة الرابعة وهي المدرسة التي تعنينا اليوم، المدرسة المغربية، ويمكن أن نقسمها إلى قسمين. هناك مدرسة القيروان وتسمى أيضا المدرسة الإفريقية، ومن أعلامها البهلول بن راشد، عبد الرحمن بن أشرس، وعلي بن زياد، ويرجع الفضل لهؤلاء في نشر المذهب المالكي بتونس، ولهم الفضل في إدخال المذهب عموما لمنطقة الغرب الإسلامي. ومن أشهر أعلام هذه المنطقة كذلك أسد بن الفرات وسحنون، الذي اشتهر بكتابه المدونة، وهي ثاني أهم كتاب في المذهب المالكي بعد الموطأ. من الأعلام المشتهرين كذلك لهذه المدرسة ابن أبي زيد القيرواني، الذي انتشرت كتاباته في المغرب والمشرق وأعلامها كثر، فهؤلاء بعضهم فقط. ننتقل إلى المدرسة المغربية الثانية وهي مدرسة قرطبة، وتسمى أيضا بمدرسة الأندلس، ومن أشهر أعلامها يحيى بن يحيى الليثي، والذي اشتهر بروايته للموطأ. ومن أشهر أعلامها كذلك ابن شبطون، وقيل عنه هو أول من أدخل موطأ الإمام مالك كاملا بالسماع إلى الأندلس، كما حكى القاضي عياد. ومن أعلام المدرسة الأندلسية كذلك عبد الملك بن حبيب وابن عبد البار وابن رشد الجد وغيرهم كثير. لكن أحب أن أشير هنا إلى مسألة، هو أنه لم يكن هناك فرق جوهري كبير بين هذه المدارس المغربية، لأن إطلاق مصطلح المغربي والمغاربة يشمل المدرسة القيروانية والأندلسية والفاسية، فكان يطلق على ابن أبي زيد القيرواني وابن القابسي والباجي واللخمي وابن رشد، كان يطلق عليهم المغاربة، علما أن منهم من ينتمي إلى القيروان وإلى الأندلس وإلى فاس وإلى المغرب. لذلك فالاختلاف يكمن خصوصا في بعض العوائد التي تختلف من بيئة لأخرى، مع الاتفاق في الإطار العام لهذه المدرسة، وهو الانتماء إلى المغرب بالمعنى الواسع. يتبين لنا أن المذهب المالكي منتشر في 3 قارات بتقسيمنا الجغرافي الحالي، منتشر في آسيا، إفريقيا، وأوروبا. كما نلحظ أنه تمدد تاريخيا في كبريات العواصم العربية المتميزة بالتحضر والارتقاء المعرفي والعمراني، كالعراق ومصر وقرطبة وفاس، إضافة طبعا للحجاز. فيمكن أن نقول إن المذهب المالكي كان جامعة دينية متكاملة لتخريج الأئمة والفقهاء والمجتهدين الذين انتشروا في الآفاق، لكن ما كان للمذهب المالكي أن ينتشر لولا كثرة تلاميذ الإمام مالك، وما كان ليستمر لولا ثراء أصوله وقواعده. فما هي يا ترى أصول المذهب المالكي؟ ترقبونا في الحلقة القادمة للتعرف على هذا الجواب. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.